إليكم اليوم أفضل المشاهد الطريفة التي تم تصويرها أثناء اللقاءات الفردية للمصارعين. لننطلق. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ في العادة ما يكون لقاء الخصوم قبل النزال لحظة مليئة بالغضب، وهي واحدة من أهم اللحظات في عالم الرياضات القتالية، لكن ذلك ليس مع شون أوكينل. هذا المصارع يقوم بالأمر بشكل مختلف. في هذا المشهد مثلاً نراه يقدم باقة من الورد لخصمه. كان رد الخصم لطيفاً أيضاً بتقديم بعض الحلويات. ذلك نموذج حقيقي عن الروح الرياضية. في مشهد آخر نرى أن شون يستقبل خصمه بفقاعات الصابون، لكن الخصم لم يتفاعل مع ذلك بإيجابية. ملامحه كانت غاضبة جداً، ربما اعتبر ذلك إهانة له. المصارعان جون جونز وأنطونيو جونسون تظاهرا بأنهما سيدخلان في صراع جسدي أمام المقدم دان وايت، والذي حاول تفريقهما. لحسن حظه أنهما كانا يمزحان فقط. دان وايت أحد أبرز مقدمي البرامج الرياضية، يكون حاضرا في معظم اللقاءات الفردية بين المتنافسين. في هذا المشهد قام أحدهم بحركة مفاجئة للاستعراض، ولكن رد فعل دان وايت دليل على خوفه الشديد من اندلاع معركة بين الطرفين. المصارع ماركوس بيريز يغطي وجهه على الدوام لأنه يحب التنكر في شخصية الجوكر، ذلك يجعله يشعر بالحماس قبل النزال. يحب المصارعون استعراض عضلاتهم قبل النزال، وذلك ما يقوم به أليستر أوفيرين في هذا المشهد. رد فعل الفتاة التي تقف خلفه يعبر عن مدى ضخامة جثة هذا الرجل. هذا المصارع قرر أن يجلب لمنافسه بعض الطعام الذي تم إعداده في المنزل، ذلك لطيف جدا. اللقاءات الفردية بين الخصوم لا تكون دائما عادلة، خاصة إذا كان هناك فرق كبير في الحجم، تماما مثل هذا المشهد حيث يظهر أحد المصارعين أطول من خصمه بعدة سنتيمترات. المصارع القصير احتاج لرفع رأسه عالياً للنظر في عيني خصمه. في هذا المشهد نرى أيضاً فرقاً كبيراً بين حجم الخصمين، لذلك قرر العملاق رفع خصمه في الهواء لاستعراض قوته. لحسن الحظ أن ذلك كان بطريقة ودية ولم ينشب أي صراع بين الطرفين. هذا المصارع شعر بالارتباك، وبدل مقابلة خصمه التفت خلفه وحاول إخافة الفتاة الواقفة هناك. في بعض الأحيان يقوم المصارعون بأمور غريبة للغاية، مثل هذا المصارع الذي قرر التقاط صورة مع فتاة كانت تقف خلفه على المنصة. كلاهما كان سعيدا بذلك. هناك بعض الأمور الطريفة في الرياضات النسوية أيضا، مثل هاتين المصارعتين اللتين قررت الرقص أمام الجمهور. من الجيد أن نرى هذه المشاهد المرحة التي تدل على الروح الرياضية العالية. الحركات غير المتوقعة لا تفاجئ المقدم دان وايت فقط، بل يمكن أن تفاجئ مصارعاً قوياً وشجاعاً مثل حبيب نور محمودوف. لكن إذا أزعجت حبيب فتأكد أنه سيلقنك درساً قاسياً داخل حلبة المصارعة ملتقى الأبطال. هذا المصارع انتقل إلى مستوى مرتفع من التصرفات غير المتوقعة. لقد قام بطلاء كامل جسمه باللون الأخضر ليبدو مثل شخصية هولك. ملامحه تشبه ملامح هولك، لكن جسمه بحاجة لعضلات أكبر. المزيد من المرح ونختم مع شون أوكينل. في أحد العروض قرر جلب البيتزا معه ودعا خصمه لتناولها. قد يكون ذلك جزءا من خطته لجعل خصمه يكسب وزنا إضافيا. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.